أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلتم في أحد دروسكم السابقة أن الجرح والتعديل لا يكون إلا في الأسانيد، فهل فعل أئمة السلف في تجريح أهل البدع والأهواء والرد عليهم وبيان أخطائهم، هل هذا يعتبر من الغيبة مع العلم بأنه ليس متعلق بالأسانيد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، الجرح والتعديل خاص بالأسانيد رواة الحديث، وأما الرد على أهل البدع هذا ما يسمى جرح ولا تعديل، هذا يسمى بيان الخطأ، بيان الخطأ والضلال، مثل ما تنهى عن الشرك تأمر بالتوحيد وتأمر بالسنة وتنهى عن البدعة، هذا ما هو بجرح وتعديل، هذا أمر بالحق ونهي عن الباطل. أما الجرح والتعديل هذا خاص بالأسانيد، وكتبه تسمى كتب الجرح والتعديل، هذا في الرواية وهو عند المحدثين. وأما الرد على المبتدعة والرد على أهل الضلال فهذا ليس من باب الجرح والتعديل، وإنما هو من باب بيان الحق، وليس هو من الغيبة بل هو من النصيحة، هذا من النصيحة للمسلمين، وبيان الضلال وبيان الخطأ وبيان الصواب في المسائل هذا من النصيحة للمسلمين وليس من الغيبة.